رحمة الله أروح من عشان مساك أسوس بابنا. السلام عليكم الجماعة اللي طلبوا مني كيفاش نركبوا المسار نتاع السردين. قدم هنا أخويا عمرون المسار لازم كي نجيبوهم نجيبوهم فري وما ديرهمش الملح وجيبهم في الكلاسيير. أنا نجيبهم في الكلاسيير باش يقعدوا باردين ويكونوا فري. هاي الكلاسيير قدم هنا مليح قدم مليح عمرون قدم. شوفوا نبداو نهزوه هكذا هاو كيفاش نركبوهم. هاي المصرانة تاع السردين نحطوها لهنا ونحيو هذا نطيشوه نخليو غير المصرانة هذه منها القرجومة. ها توجور نخليو غير المصرانة هذه مقطعة فوالا. ها نحط القرجومة هنا ونحيو دير زوج ثلاثة تلامسو المصاري ما تركبوهمش كالدودة ما تطيقش تركبهم كالدودة يتعبوك بزاف. نغرزوهم كعودو كبار تقدر دير زوج عود كبار بزاف تقدر دير زوج. ها خليهم كاع هذا المرقابي تاعهم كاع هنا اروى هنايا هاي عنده واحد متر وعشرين عنده واحد متر وعشرين قدم بالك يشمخك قدم هنا مليح ها كيفاش نبداو نغرزوها. ها دخل وخرج ها زوج خطرات ومن بعد طيح في واحد العفسة يبسة عند واحد العفسة حبة يبسة هذيك دخلها كالدودة ها ودزها تروح. نزيدو الدوزيام غرزها مليح ها واحدة زوج ثلاثة نلحقو عند اليبسة هذي قدم لهم اللي شوفها هذي يبسة هذي دخلها كالدودة ها دزها عقبها لهنا ها تفوت على اللمس نزيدو هذم اليابسة ندخلوها نزيدو الاخرى هذي الاخرى خليو لامسو مغطي خاطرش طريين هما عاود هبطهم عاود احكم لامسو وسيد جبد دور هما قلاب شويه. ها هي عندها واحد المصرانة كحله طويله تقعد دور اربط بها ها دور ها تلقى زوج ولا ثلاث دور بها ما قلت. هاي ليكم الطريقه اخوتي هاي تحب ديرها في الماجيك ما ديرش من تحت في الماجيك ديرو غير من فوق برك اربطها بالفي الماجيك منها انا ما نديرهاش متحبو ديروها غير الجزء الفوقاني ما تحكمش بين الشوكه والاخر ما تحكمش بيناتهم باش كيضرب الحبه لا عاد فابل ما طيقش يدخل يدزها بزاف حنا نديرو بزاف دورات. السلام عليكم ورحمه الله وربي يرزق ان شاء الله. السلام عليكم.